جهزت جمعية الهلال الأحمر المصرية فرع بورسعيد بالتعاون مع جمعية تركية 9 شاحنات مساعدات إنسانية، وذلك لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة. وأشارت الجمعية إلى أنه جرى تجهيز القافلة السادسة من خلال الفرع، والتي تضم 6 شاحنات كراتين رمضانية بها 17 نوعا من المواد الغذائية وشاحنة زجاجات مياه وشاحنة بطاطين. من جهتهم أشاد مسؤول الجانب التركي على المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصر في القضية الفلسطينية. النهارده ان شاء الله هيطلع 9 شاحنات متمثلين في 6 شاحنات فيهم كرتونه رمضانيه متكونه من 17 صنف لاهالينا في غزه، 6 شاحنات مواد غذائيه، شاحنتين مياه معدنيه وشاحنه دقيق، باجمالي عدد الشاحنات 9 شاحنات. احنا النهارده هنطلع القافله رقم 6 لاهالينا في غزه. القافله دي المره دي شاحنه محمله بمواد غذائيه فقط، 9 تريلات، الكرتونه خاصه بشهر رمضان، الكرتونه فيها مواد غذائيه عباره عن تمر للافطار وعسل ومربى ومكرونه وصلصه، والكرتونه يعني تكفي اسره.